اهلا بيكم معايا في حلقه جديده النهارده ان شاء الله باذن الله، يعني فقرات لذيذه جدا هتعجبكم ان شاء الله. هنعمل النهارده كيكه لذيذه بجوز الهند، يعني تبقى كده طبقات بجوز الهند ان شاء الله تعجبكم ومختلفه. وعايزه اقول لكم الناس هنا دقوها وعجبتهم قوي، قعدوا يقولوا لي ايه الكيكه الفظيعه دي، فان شاء الله تعجبكم. سهله وبسيطه جدا، طبقات كده بس سهله قوي في عملها ان شاء الله، ما تتخضوش. وان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم في موضوع بقى مهم قوي، وهو طريقة الحديث مع الآخرين. أنا عايزة أقول لكم يعني ده بيصف الإنسان إزاي يعرف يتكلم مع اللي حواليه. يعني ممكن يبقى إنسان خلوق جدا ومؤدب وكل حاجة ومتربي بس ما يعرفش يتكلم، يعني بيطلع زلط وبيطلع حاجات غريبة وصوته عالي وطريقته مش مناسبة، مع إنه جواه كده جميل وطيب وأخلاق ومحترم. فاذا الكلام وطريقه الكلام مهمه جدا، ازاي نعرف نتكلم. في ناس تتكلم كده صوت واطي وكده ويعرفوا ايه ياثروا على قدامهم صح، فازاي بقى نعرف نتكلم صح مش بس في شغلنا، ازاي نتكلم مع في البيت مثلا مع يعني المتجوزين، ازاي يتكلموا، ازاي نتكلم مع اولادنا. كل حاجه ليها طريقه معينه في الحديث، دي بتصف الانسان جدا على فكره، تديله شكل وهيبه وبيتفهم صح. فمهم قوي نفهم النقطه دي، وعايزه اقول لكم بيتاخد فيها كورسات عشان الواحد يعرف يتكلم صح ويتفهم صح، لان كل حاجه في الحياه اسمها كوميونيكيشن، تواصل. وكتير قوي من المشاكل في الحياه على فكره سببها سوء التواصل، الناس مش بتفهم بعض صح فيحصل مشاكل. يعني يبقى حد قصده حاجه ويقول للتاني بطريقه معينه فتتفهم بطريقه تانيه، ف كل اساس اكتشفوا فعلا نسبه كبيره جدا من المشاكل سببها سوء التواصل، سوء الكوميونيكيشن. خلاص، فالكلام هو اساس الانسان، بيطلع ايه من بقه، هو ده اللي مهم جدا نفهمه ان شاء الله النهارده مع حد متخصص باذن الله. طيب نروح بقى على اسئله تاني، يلا بينا. اول سؤال، انا وصلت الوزن 70 كيلو ومش عارفه اخس عن كده، علما باني كنت 86 كيلو وعلى 7 خطوات خسيت لكن مش عارفه اخس تاني، اعمل ايه؟ طيب لو ماشيه صح وكل حاجه تمام، ما نعملش الاخطاء اللي بقعد اقول عليها زي ان احنا نقعد ناخد ربع ولا نص الرغيف، ولا ان احنا نقعد ناكل الفاكهه بالليل، ولا ان احنا نقعد نعمل حاجات الغلط اللي احنا ايه اكتشفنا ان الناس كتير جدا بتقعد تعملها، وتقعد تقول انا وزني ثابت، انا ما بخسش، انا مش عارفه ايه، عشان فاكهه بالليل دي، فاكهه بالليل ها، عشان كل مره كده هاكد على الاسترس على الحته دي. والعيش، العيش اللي بنقعد ناكله كده الصبح نص رغيف، ونص رغيف بس ونص رغيف ده اللي بيوقف الدنيا. تمام، فاحنا لو ركزنا اكلنا كل حاجه صح، نشوف بقى ايه سبب ان الوزن ثابت. بيبقى سبب ثبات الوزن ان احنا معودين جسمنا على نمط معين، يعني خلاص بناكل كل يوم نفس الحاجه، كل يوم نفس الحاجه، فيبتدي ايه خلاص عادي ما بيحرقش بقى متعود. فلازم نغير له، لازم نكسر النظام. عشان كده عندي في 7 خطوات، انت بتقولي اني ماشيه على 7 خطوات، لازم نعمل كل 3 ايام يوم مشروبات، او كل اسبوع 3 ايام رجيم 3 ايام السحري، او وكل اسبوع نعمل يوم فري. فنلخبطه كده، نديله كده مره هنا مره هنا مره فوق مره تحت، مش فاهم دنيته، مش هيعرف ساعتها ان هو ايه يبقى مركز. خلاص انا باكل كل يوم كذا فده تمام. لا، احنا نلخبطه نحطه في حته تانية خالص، فبالتالي هيحرق. طيب ايه كمان مهم جدا، ان احنا نديله شويه بروتينات صح من الاسماك. الاسماك دي مهمه جدا، يعني اوقات كتير الاحظ مثلا وقت وزني وقف، عايز هو عايز سمكه، هو جسمي عايز سمكه دلوقتي، لو اكل السمكه الاقي الدنيا تمام جدا وايه والحرق اشتغل. فهو السمك ليه تاثير رهيب على الحرق، مهم ان ناكل سمك ما ننساهوش، حتى لو مش بنحبه لازم ناكله، اللي الناس ما بتحبوش زي خلاص. يبقى كل يومين ثلاثه لازم نحاول ان احنا ايه ناكل سمك. يا ريت نحاول نقلل التونه، يعني ما نكترش من التونه، ليه؟ التونه دي فيها زئبق، والزئبق من الحاجات اللي للاسف سمعت كل علبه تونه الزئبق اللي فيها بيفضل في جسمنا للعمر كله، يعني كل علبه تونه الزئبق ده فضل جسمنا لغايه خلاص، يعني ايه كله بيتراكم على بعض، كله بيتراكم على بعض، فيعني مش جميله خالص. فمش لازم تونه كتير،
نحاول بقى ناكل حاجات تانية. ولكن برضو من المعلومات الحلوة ان احنا ممكن ناكل مع التونة البصل، لان البصل بقى بيساعد على تقليل امتصاص الزئبق في الجسم يعني، وفي بيقولوا بيمنعه، فخلينا ايه ندوس في البصل مع التونة احتياطي علشان ايه نحد من قصة الزئبق دي. خلاص يبقى اساسي اساسي ناكل اسماك علشان نعرف نحرق، مهم جدا تمام، ونخلي بالنا من اخطائنا، ونعلي الحرق برضو بان احنا نعمل رياضة، مهم جدا مش بس عشان شكلنا، عشان لياقتنا تمام، مهمة جدا. بس في حاجة مهمة، مش معنى احنا في ناس على فكرة بيعملوا رياضة ويقولوا هروح نعمل رياضة عشان نحرق عشان نخس لو انتوا اكلكم غلط والله لو ايه لو ايه مش هتخسوا، ممكن يطلع الكرش عادي جدا وانتوا بتعملوا رياضة يعني. ممكن واحد يقعد يفحت نفسه رياضة 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 وبياكل غلط، يطلع بقى وياكل براحته بقى ومش عارفة ايه، لا يطلع له كرش برضه. لا مفيش يعني، اه ممكن يقل من حد الرياضة، ممكن تحرق شوية سعرات زيادة، لكن لا اللي هياكل غلط لا هيطلع له كرش. فخلوا بالكم الرياضة بتساعد، ولكن الأساس التغذية مع الرياضة عاملها عامل بتاعها لا يقل عن 60-70%. تمام، معانا تليفون. الو، اهلا اهلا. رضوى، ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ منوراني، اتفضلي. الحمد لله. كنت عايزه اسال بس، انا وزني 70 كيلو. ايوه. بس انا تخينه بس من الجزء التحتاني، وبعمل كل ما اجي اخس انا بخس من فوق، بس انا مش عايزه اخس من فوق، انا عايزه اخس من تحت. تمام. ده اول سؤال. طيب بس حاجه تانية كنت محتاجه حضرتك تكلميني ضروري، ممكن اسيب رقمك الكنترول بس. طيب انا عايزه اعرف بس انت طولك كام؟ طولي 158. طيب وسنك؟ 27. ماشي تمام. انت في تمام، انت تقدري تحرقي كويس جدا دلوقتي في السن دوت. اقفلي وانا هرد عليكي. خلاص تقدري في السن ده تحرقي كويس جدا جدا، مفيش مشكلة. لو انت طبعا كل حاجة في جسمك تمام وعملتي تشيك اب اللي قلت عليه، ان احنا لازم نشوف الغدة الدرقية شغالة ولا لا، وكل حاجة، وبتخسي كله تمام، وفيتامينات طبعا، فيتامين د من الحاجات اللي بتمنع الخساسات، وبي فيتامين كومبلكس على فكرة لو قليل في جسمنا الحرق برضه بيبقى اقل، فلازم كل حاجة تبقى مظبوطة كده، والهرمونات، وبعد كده ايه تخسي. طيب نيجي بقى عند نقطة شكل الجسم. شكل الجسم، الناس اللي عندها جناب الناحية النص التحتاني مليان، دي طبيعة، دي خريطة، هو الجسم كده ربنا خلقه من فوق رفيع ومن تحت مليان، وفي ناس ربنا خلقها من فوق مليانة ومن تحت رفيعة، وفي ناس ربنا خلقها مظبوطة من كل ناحية، فهي سبحان الله حسب ما ربنا خلق خريطة جسمك. طيب ازاي الواحد يقلل من الحدة؟ انك تحاولي تخسي، يعني انت محتاجه تخسي لك مثلا، ممكن تخسي لك كمان بتاع 15-20 كيلو، هتنزل حده جدا اللي تحت طبعا هيخس خلاص، بس مش هيخس زي فوق عشان هي طبيعه جسم، فمعاها لازم رياضه، بس الرياضه مش هتخلي الجناب دي تختفي للاسف. هو بصوا يعني هي خريطه، الحل الوحيد هو شفط الدهون، الحل الوحيد لايه المشكله دي، لكن خريطة هو خريطة كده ما بتتغيرش، بتقل حدتها بس، يعني بدل ما الواحد يبقى عنده جناب قد كده لا يقل، بس برضو لسه التقسيمة زي ما هي، فوق أرفع وتحت إيه أملى. خلاص، عشان عارفة أنا القصة دي كويس أوي أوي أوي. طيب أنا كده خلصنا، هنروح لفاصل على المطبخ بعد الفاصل إن شاء الله. خلي فرحة المولد مع اكسبشن عادة، والحلم هيحلو بزيادة.
للتوصيل 16687. اهلا بيكم معنا من الفاصل، وبمناسبه مولد النبي كل سنه وانتم طيبين. معانا النهارده اكسبشن، والحقيقه ده اول مولد نبي يعدي علينا السنه دي مع قناه هي، فانا سعيده جدا وان شاء الله يعني هنقدم حاجات حلوه. والنهارده انا هقدم كيكه بسيطه جدا كده بجوز الهند، هتعجبكم قوي. بس قبل ما اقدم الكيكه انا عايزه اقدم لكم او اعرفكم منتجات اكسبشن. زي ما انتم شايفين اكسبشن عندهم كذا علبه جميل جدا لمولد النبي، كذا حجم تقدروا تختاروا الحجم اللي يناسبكم، وطبعا اسعار مختلفه ومناسبه جدا، وطبعا تشكيله حلوه قوي قوي. مش بس بقى الاحجام اللي هي للكبار، لا اهتموا كمان للصغيرين، عاملين علب لذيذه قوي صغيره للاطفال، الوان زي ما انتم شايفين لمولد النبي، وحاجه لذيذه قوي من اكسبشن الحقيقه، وفكره جديده خالص يعني ما اتعملتش، ما شفتهاش في اي حته قبل كده، ان يتعمل للاطفال الشكل على قدهم كده ومكتوب عليه مولد اكسبشن لمولد النبي، والوانها جميله قوي الحقيقه. طبعا في عروض حلوه قوي بالنسبه بقى للمشاهدين للبرنامج عندي، ان شاء الله ليكوا عروض حلوه 30% ان شاء الله خصم للناس اللي هتطلب وتقول انها طبعا متابعه البرنامج بتاعي حياتنا احلى مع سالي فؤاد. تمام، في رقم كمان هوت لاين، وعندكم الصفحه على الشاشه اهي مكتوبة، وهي قدامكم بالظبط، تقدروا تشوفوا من عليها البيانات عشان تقدروا تتواصلوا معاهم وتاخدوا 30% عرض لمشاهدين برنامج حياتنا أحلى على قناة هي. طيب ايه كمان؟ مش بس كده، أنا عايزة أقول لكم عندهم منتجات كتيرة جدا زي التورتات والجاتوهات ومنتجات الألبان والمخبوزات والكرواسون والباتيه ومنتجات حلويات شرقية كتيرة فريش. بعد الساعة 11 كل يوم بيعملوا خصم كمان 30%، يعني في خصم 30% في كل الفروع لإكسبشن لكل المنتجات عندهم بعد الساعة 11 بالليل. والناس اللي ما تقدرش بقى ان هي تروح يعني انها تشتري بنفسها، لا تقدر تتصل على الهوت لاين، وفي كمان ابلكيشن اسمها وفرها، ابلكيشن وفرها تقدروا من عليها تطلبوا اونلاين كل ما انتم محتاجينه، وخصوصا زي ما قلت بعد الساعه 11 تقدروا تطلبوا بقى وتاخدوا 30% ديسكاونت، حاجه حلوه جدا الحقيقه. فخلينا نتفرج بقى على الحاجات اللي موجوده. انا هفتح كده علبه الحقيقه من علب الاطفال، ينفع نفتح دي مثلا تشوف بقى فيها ايه. مبدئيا فيها المنيو، منيو و مع جواها بقى تعالوا تعالوا نشوف ده فيها ايه. ده مش منيو، ده في حاجه تانية، ده كتيب صغنن عشان يلونوا فيه. بصوا استنوا لحظه واحده، اهو كتيب صغنون عشان يقدروا يلونوا فيه، فكره عسل بزياده بجد، وكلها حاجات ليها علاقه بمولد النبي، قصص بقى كمان. بصوا يعني تقدروا تقروا القصص بقى لولادكم ويقعدوا يلونوا فيعرفوا اكتر عن مولد النبي. جميله جدا من اكسبشن الحقيقه. في طبعا كل بقى حاجات صغنونه هنا للاطفال، كل حاجه موجوده هنا، حطها هنا كده تشوفوها. عندنا بقى اللذيذه واللي هي بالجوز الهند والبسيمه والملبن والسمسميه والفوليه و الحمص، كل حاجة الحمصية، كل حاجة كل حاجة كل حاجة موجودة في العلبة الصغننة دي. تمام، طيب عندنا بقى علب تانية. أنا ما أنا ممكن أفتح إيه طيب؟ أنا قولولي، أنا حاسة إن كده يعني جميل. العلب كبيرة قوي أصلها، بصوا ما شاء الله كبيرة جدا. بصوا عندنا، نبتدي من هنا، خلينا نبتدي من هنا بس يشوفوا المقاسات. عندنا هنا مقاس الصغنن ده، مقاس حلو جدا، وفي بعد كده مقاس الاكبر،
تمام. في بعد كده عندنا بالظبط عندنا مقاس اكبر خالص، يعني حوالي 3 4 مقاسات من صغير لكبير، فكل حاجه موجوده باسعار طبعا مناسبه للجميع، للي حابب الاصغر، للي اكبر، اللي حابب يجيب هديه كبيره، اللي حابب يجيب هديه صغيره، واللي حابب يجيب هديه على قد الاطفال، ممكن قلبيه كده لكل طفل مثلا. لذيذ. ماشي، يلا بينا بقى نعمل جاتوه الشوكولاته بجوز الهند. عايزه اقول لكم هنا قعدوا كده يدوقوه ويقولوا ايه ده، طعمه رهيب، فان شاء الله يعجبكم. وصفه سهله جدا. معانا الاول هم ثلاث طبقات سهلين برضو ما تقلقوش. اول طبقه اللي هي الجاتوه نفسه، اللي هو انا استخدمت هنا وصفه السويس رول عادي جدا. معانا للجاتوه 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وتلتين كوبايه سكر بودره منخول يعني 100 جرام، نص كوبايه زيت يعني 100 جرام، فانيليا سائله، ونص كوبايه دقيق يعني 70 جرام، ومعانا ربع كوبايه كاكاو ويعني 30 جرام، ومعلقه صغيره بيكنج باودر حسب الرغبه، ورشه ملح. بس ده هنخلطه عادي زي الكيك يعني بدون اي مشاكل، بس اللي عايز يخليها فيها هشه شويه نضرب الاول البيض مع السكر كتير لغايه ما يديني القوام الحلو، وبعد كده ننزل بقيه المكونات. طيب عندنا بعد كده بقى لطبقه الحشوه عندنا كوبايتين جوز هند مبشور و200 جرام شوكولاته بيضه مذابه. هنعملها دلوقتي بطريقه تانية سهله قوي، و100 ملي كريمه سائله. دي الحته دي مثلا انا هروح عامله ايه، احنا معانا دلوقتي هنا الكريمه اهو، دي للطبقه بتاعه الجوز الهند، بحط الكريمه هنا تمام، بنزلها هنا الاول، بنزل الكريمه هنا كله كويس كده، بنزله بالسباتشولا، وبعد كده بستنى بس يسخن معايا واروح منزله على طول الشوكولاته اللي متدوبه. على طول على نار هاديه كده، اللي قصدي الشوكولاته المبشوره، للناس اللي ايه مش عايزه تدوب، لا عايزه تبشر وتنزله كده، فده بيبقى ايه طريقه اسرع. ده احنا كده عملنا جناش شوكولاته بيض اللي بربط بيه الجوز الهند. تمام، هنقلب بقى هيدوب معايا على طول على نار هاديه، نخلي بالنا انه لازم يبقى نار هاديه. نار هادية عشان الشوكولاتة ما تستحملش نار عالية. نفس القصة بالشوكولاتة الغامقة او الشوكولاتة باللبن، كريمة وشوكولاتة بنفس الطريقة دي، سواء بيضة او غامقة، ده الجناش اللي هو الغامق. خلاص يبقى معانا كده ايه الاتنين جناش خلاص، لكن دي هتبقى في الوش، ودي اللي هنعمل نربط بيها بس جوز الهند. بحط بقى عليه جوز الهند بعد ما بيدوب معايا كده، بحيث ان ايه دي تبقى الطبقة التانية الحلوة اللذيذة. هطفي بقى خلاص، مش محتاجة النار، كده كده كله داب معايا. حلو حلو قوي كده، تمام خلاص مش محتاجين جوز هند تاني كده. دي الطبقة اللي هتتحط في النص، تدي طعم لذيذ ومختلف. حلو قوي كده، الطبقتين جاهزين معانا، ناقص بس طبقة الكيك. لطبقة الكيكة اهو، هو الافضل يتضرب كده زي ما بنعمل السويس رول بالظبط. هنحط البيض وهنحط عليه سكر البودره ونضربه ضربتين حلوين كده لغايه ما ايه ينفش معانا. يلا بينا نحط الفانيليا كمان، وما تنسوش رشه الملح، ونضرب لحظه واحده. طيب هي شكلها كده ايه، مش لا مش بتاعتها دي بتهيألي ولا ايه، مش عارفة. خلاص كأن احنا هنضرب، نضرب بمضرب السلك. يفضل في البيت تضربوه بس شوية كتير، ويفضل بالمضرب. تمام، بعد كده بقى هنروح مزودين الزيت، الكاكاو
بس بشويش بقى، لما يكون نفشت معانا بنحط ده بشويش، ما نحطوش جامد، نقلبه بشويش عشان طيرش الهواء. دقيق وبيكنج باودر، نكون مسخنين الفرن على 180 درجة. نقلب بقى كله ونجيب صينية عليها ورقة زبدة، ويفضل صينية تكون كبيرة علشان احنا سويس رول عارفين بيبقى مقاسه دايما رفيع. تمام، لو عايزين تعملوها كيكة تعمل كيك حسب ما انتوا عايزين السمك بتاعها يكون عامل ازاي، دي حسب الرغبة بقى. يعني لقيت كريم جهزها لي الشيف كريم تحضير عجبته، عملها مليانه سميكه كده. يعني انا لو كنت عملتها كنت عملتها رفنوعه وعليها طبقه الجوز الهند تخينه شويه وعليها طبقه الجناش رفيعه، هو عملها بطريقه مختلفه النهارده بس الاثنين ينفعوا. تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ هننزل في ورقه الزبده، يفضل بقى زي ما قلت لو عايزينها رفيعه تتعمل في صينيه تكون صاجه اللي هي بتاعه الفرن، اللي هي الالومنيوم يتحط عليها ورقه الزبده زي ما بنعمل دايما سويس رول، وننزل وتتفرد رفيع، بنفردها احنا بقى رفيعه خالص خلاص علشان ايه لو عايزينها رفيعه، لو عايزينها زي الكيكه كده يبقى ايه عادي زي الكيكه بقى كده يبقى قلب اصغر. هتخش الفرن على 180 درجه، حسب بقى ما خلة الاسنان بقى تطلع معاكم نضيفه حسب السمك اللي انتوا عاملينه، مش هقدر اقول لكم وقت بقى، بس هو نبتدي من ربع ساعه او تلت ساعه لنص ساعه تشوف. خلاص ندخل بقى كده الفرن، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت اكتشفت ان فعلا السويس رول لو اتعمل على درجه حراره عاليه مش واطيه، يعني ممكن على 200 مثلا بيلحق بسرعه يستوي، بيكون من بره لسه ايه بيستوي من جوه لسه طري، فبيلف معايا احسن كمان عن لما نخلي درجه الحراره واطيه قوي فيقعد كتير فينشف في الفرن، فبتفرق برضو. شوف دي بقى كده اعرف اشيلها ولا لا، سخنه نحاول نشيلها بحاجه. نبتدي بقى نحط طبقه جوز الهند من فوق ونفردها زي ما احنا شايفين كده، ريحتها طبعا تجنن، جوز الهند ده فظيع، ليه محبينه قوي، مش كل الناس بتحبه بس في اللي بيحبوه بيحبوه جدا. لغاية ما نخلص الكمية اهو، وعلى فكرة طبقة الجوز الهند لو انتوا عاملين اللي هو مقاس سويس رول الاكبر والارفع للكيكة يبقى تعملوا ضعف او تلات اضعاف كمية الجوز الهند عشان تكفي معاكم، عشان تبقى طبقة كبيرة كده ولذيذة متبقاش رفيعة قوي. ماشي، بس نحاول نستفها كده حلو عشان ايه هتسقع على الشكل الايه المعمول بالظبط. بعد كده اخر طبقه هنحط طبقه الايه الجناش، الشكل ده، ونجيب مغرفه احسن وتبقى دي على الوش. ان تبقى طبقه كده بس على الوش، تسقع بقى في التلاجة وتقدروا تقطعوها بسهوله جدا. الجناش بيدي طريان شويه في التقطيع عن لو شوكولاته خام، يعني لو عايزينها من التلاجة على طول ممكن يبقى نص كريمه ونص وشوكولاته، يعني كميه شوكولاته ونص كميه الشوكولاته دي كريمه. مجرد ان انا هغطيها بالطريقه دي هغلفها كده نغلف نغلف لغايه ما نقفلها خالص خالص،
بس كده. الباقي ده انا ممكن اعمله بقى احسن بالسباتشولا. خلينا بس في شويه صغننين نحطهم، مش محتاجه خلاص يعني كده تمام. بس اتغلفت كده تخش التلاجة. هزة بس هزة كده عشان تتساوى كده بالظبط. شايفين تساوت ازاي؟ شكلها ازاي؟ عامل ازاي دلوقتي؟ تطلع بعد كده ونشيل ورقة الزبدة من الاطراف ونقطعها مربعات زي اللي قدامنا بالظبط كده خلاص. وكل اللي دقوها هنا عجبتهم جدا الحقيقة. طيب عايزة افكركم بقى باكسبشن وهدايا اكسبشن المناسبة جدا لمولد النبي. كل سنة وانتم طيبين. تقدروا تختاروا اي حجم انتوا عايزينه او للاطفال كمان، وليكوا 30% خصم لمتابعين البرنامج على قناتي تمام. وتقدروا تتصلوا على الرقم القصير اللي موجود قدامكم على الشاشة اهو، تقدروا تتصلوا على الرقم دوت تطلبوا او على ابلكيشن وفرها يجيلكوا لغاية البيت تخفيض 30%. وايه كمان؟ بعد الساعة 11 بالليل كل يوم عندهم عروض كتير وحاجات تانية كتيرة جدا على فكرة، مش بس حلويات مولد النبي، لا عندهم حاجات كتيرة جدا زي ما قلت لكم. الحاجات دي كلها بينزل عليها 30% خصم بعد الساعة 11 برضه. فاتكلموا واسألوا عندكم ايه بالظبط وايه العروض الحلوة وعرفوها ان شاء الله. يا رب دايما كل سنة وانتم طيبين وتبقوا دايما بخير، ده اهم حاجة عندي. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل على فقرة مهمة جدا. نتجمع ويا اهلنا مع اكسبشن بقى كالعاده، الحلوة بيحلى وزيادة، طعمه هيملى الدنيا سعادة، ذوق عم وطنطق غادة، ملبن وجوزية ولوزية، طازة محشية او سادة. خلي فرحة المولد مع اكسبشن عادة، والحلم هيحلو بزيادة. فرحة مولد جاية علينا، خيطة وزيتة ولمة وزينة، مهما يفوت عمرنا ما نسينا، بنحلي نصلي على نبينا، أصل حلاوته بتخلينا نتجمع ويا أهلنا مع اكسبشن. فرحة والحلم هيحلو بزيادة. للتوصيل 16687. معنا من الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن اتيكيت الحديث والتعامل. مهم جدا نعرف نتعامل ازاي ونتكلم ازاي صح علشان نوصل اللي قدامنا باسلوب حلو ونتفهم صح. صح كده ولا لا؟ احنا معانا النهارده خبيره الاتيكيت رانيا حسين. ازيك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. قولي لنا بقى، احنا عايزين نتكلم بقى على موضوع اتيكيت الحديث. يعني طيب. ايه اتيكيت الحديث؟ تمام. الحديث أو الكلام حاجة مهمة جدا في مجتمعنا وفي كل المجتمعات المتحضرة. طريقة كلامك بتبين مستواك الثقافي الاجتماعي، أفكارك، حتى طريقة تعاملك مع الناس هتكون عاملة إزاي. فلازم تجيدي الحديث ولازم تشتغلي على نفسك إنك تطوري طريقتك في الكلام وموضوعاتك. يعني لازم يكون عندك سيطرة على كلماتك. يعني مفروض لما بتقولي أي كلام تكوني مفكرة فيه، عقلك الكلام يعدي على العقل قبل ما يطلع من اللسان. نبرتك، نبرة الصوت، الانتقالات في الكلام، لو أنا بتكلم في موضوع فيه أكتر من نقطة لازم أقف في النص علشان أدي فرصة للمستمع أنه يستوعب الكلام اللي أنا قلته. فالنبرة مهمة جداً.
الكلمات اللي أنا بقولها نوعيتها وانتقائها، بمعنى أن ممكن بعض الكلمات تكون مقبولة في مجتمع ومش مقبولة في مجتمع تاني، ده ممكن في نفس الدولة كلمات في مدينة تتفهم بمعنى ومتتفهم في مدينة تانية بمعنى تاني، فلازم أخد بالي من الكلمات والموضوعات اللي بقولها. مهم قوي أن الموضوع اللي بقدمه لأي حد يكون يستهويه، ما اتكلمش في موضوع بعيد عن الشخص اللي قدامي وبعيد عن المستوى الثقافي والعلمي. كل الحاجات دي مهمة عشان أكون عندي إجادة في الحديث، ولازم أشتغل وأطور على أطور نفسي بالنقاط البسيطة دي. طيب ونبرة الصوت المفروض الواحد يتكلم بنبرة عاملة إزاي؟ وطبعا مهم إزاي نعرف نتكلم صح، ولكن نبرة الصوت هل المفروض نكون بنتكلم بصوت واطي ولا إيه؟ احكي لنا يعني، عشان نبرة الصوت دي ليها أهمية كبيرة طبعا. لكل مقام مقال وطريقة في الكلام. أنا لو بقدم محاضرة أنا محتاج يبقى صوتي مرتفع شوية بس مش حاد، وكلامي منمق ومنسق ومنتظم، والتون بتاعي ما بيوطاش قوي بس كمان ما بقاش مزعج للشخص اللي قدامي. لو أنا بنتكلم شخصين قاعدين متقابلين بنتكلم مع بعض، الصوت الهادي الواضح ده أهم حاجة. لو رجل وسيدة بيتكلموا وخصوصا لو العلاقة علاقة زمالة في عمل، لازم يبقى صوتنا هادي، ويكون للسيدة بالذات لازم تاخد بالها ما يكونش منخفض قوي ويكون جاد وواضح. فنبرة الصوت مهمة كمان انها بتعبر عن شخصيتك وعن اللي انت عايزة تنقليه. طبعا يعني ندي مثال، مثلا لو واحدة بتشتغل وبتتكلم مع زميلها او بتتكلم مع مديرها وبتتكلم بصوت واطي زيادة، هتدي انطباع ايه؟ مش مقبول الانطباع اللي هي هتديه، خجلانة زيادة، شخصية ده مش ضعيفة. واضحة ضعيفة، او انطباع تاني ما نحبش ان هو ممكن يكون موجود عنها يعني. بالظبط، في حين ان هي لو ظبطت صوتها وبتتكلموا صوت كذا 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 بالصوت ده اللي هو عالي ولا واطي قوي، يبقى كده توصل الرسالة صح والصورة توصل صح. فمهم جدا فعلا نبرة الصوت. او حد بيدي محاضرة زي ما قلتي لازم يبقى صوته عالي بيتكلم، ولازم كلامه يبقى واضح ونطقه واضح وصوته مش واطي علشان يوصل صح برضو للمستمعين. مزبوط. طب خلينا بقى نشوف ما بين الازواج. دايما برضو الكوميونيكيشن او التواصل ما بين الازواج، الست غير الرجل طبعا، وفهمهم لبعض غير بعض تماما. لما الست بتتكلم بطريقه، خصوصا الست بتتكلم بطريقه ايموشنال اكتر او مشاعرها بتبقى طاغيه في الكلام، ما بتبقاش واضحه قوي. الراجل مختلف في الفهم في الحته دي، هو بيحتاج الحاجه بشكل مختلف. اشرحي لنا الفرق بقى. تمام. اولا قبل، لو هنتكلم على مستوى الازواج، مهم قوي قبل ما ابدا كلام مع ما بين الطرفين ان انا اختار الوقت المناسب اللي انا هتكلم فيه حسب طبيعة وجدية ونوع الموضوع. لو أنا هتكلم في موضوع مهم جدا للأسرة يبقى لازم أختار وقت مناسب، الطرفين مش طرف واحد مستعدين للحوار، الراجل والست. كمان لازم يبقى فيه تفاهم. أنا لازم، بمعنى إيه؟ أنا كسيدة فاهمة إن الراجل ما بيتأثرش قوي بموضوع المشاعر والعواطف، فما أسترسلش بزيادة في تأثير الحاجات دي، المشاعر دي على موضوع الحديث. والراجل لازم برضو يكون متفهم ان السيدة بتتأثر بالموضوع ده، فنحاول نبقى احنا الاتنين متفهمين ان انا هبص للموضوع ازاي وهو هيبص للموضوع ازاي عشان نوصل لحل للموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ما يبقاش نقاش وجدال ما بيوصلش لحاجة. اختلفنا ومش عارفين نوصل لنقطة في الحوار، نستنى، نبعد، نخلي الموضوع ده نتركه شوية على جنب. بس مش معنى كده ان احنا ما نبقى متخاصمين او ما نتعاملش في اليوم او في الحياة اليومية عادية، لا، بنتعامل عادي واحنا عارفين ان في موضوع لسه ما خلصناهوش واحنا الاتنين عندنا الاستعداد ان احنا هنتكلم فيه تاني علشان نحله. فلازم التفاهم ده يكون موجود ما بين الازواج علشان يقدروا يعني يحلوا اي مشكلة او يحطوا اسس للحياة ما بينهم وللنقاش ما بينهم ناجح ومثمر في الآخر للعلاقة. صح. أنا بس حابة نوضح برضو حتة كده زي موقف أو مثال، نبقى فاهمين إن الست طريقتها في الكلام بتبقى بمشاعرها، مش دايما بتوجه الحاجة بشكل صريح وواضح للراجل، في حين الراجل بيفهم الحاجة بوضوح. لازم الواحد يدي كلمات واضحة عشان نفهمها. يعني إحنا كست مثلا ممكن نبقى عايزين مثلا نخرج، نقول بقى للراجل أنا زهقانة، انا مش مبسوطه، ان انا اقول بالظبط قولي له انا عايزه اخرج،
جملة سهلة جدا، انا عايزة لو سمحت خرجني، هي جملة سهلة بالزبط. جدا وهو تفهم برضو، انت عارف انه ممكن تكون هي محرجة تقول لك كده، فانت برضو خلي عندك يعني الاحساس برضو ان الست مش دايما بتحب تطلب، وبتحب دايما ان الشيء يبقى موجود يعني من غير ما ألح في الطلب يعني، فحاول انت تتفهم وانت حاولي توضحي الرسالة بتاعتك. المشكلة ان العقلية متسيستمة بطريقة معينة، هو ده اللي احنا لازم نشتغل عليه. هي دي العقلية، الراجل متسيستمة على ما بيفهمش غير كلام صريح، اوامر صريحة. الست ما بتعرفش تدي، ده بتدي دايما بطريقة مشاعرية اكتر. بس مع كتر توضيح النقطة دي وبقى في يعني استشارات زوجية كتير ومتخصصين كتير بيتكلموا في النقطة دي، خلينا نتفهم الجزئية دي عند الراجل والست علشان نقدر نبقى فاهمين طباع بعض ودماغ بعض وطلبات بعض بطريقة يعني واضحة للطرفين. طيب خلينا نتكلم بقى عن مواقف لما تكون حرجة، تمام، الواحد يتعامل فيها ازاي؟ اسئله محرجه ممكن تتوجه لك وانت ما بتحبيش تردي عليها، اسئله زي مثلا مرتبك كام، عندك كام سنه، عندكم اولاد ولا لا، او ليه ما عندكوش اولاد، يعني في اسئله كده قد يعني تصيبك بالاحراج. فانت اول حاجه لازم تاخدي بالك انه ممكن يكون الشخص اللي قدامك ما يقصدش ان هو يحرجك، ممكن تكون السؤال بطريقه عفويه، فلازم عندك قدره على السيطره على ضيقك او غضبك من السؤال المحرج. دي اول حاجه. في طرق مختلفه عشان تتجنبي السؤال المحرج ده. اول حاجه انت ممكن تموهي الاجابه، يعني حد بيسالك مرتبك كام، ممكن تقولي مرتبي معقول مقبول بيناسب احتياجاتي، مرتبي هو المرتب الشائع للمهنه دي او للوظيفه دي او الدرجه المهنيه دي. ده ممكن تموهي الإجابة بالطريقة دي. ممكن تردي السؤال بسؤال، يعني مثلا حد بيسأل عن العمر، ممكن تقولي طب وعمر حضرتك كام، أنا أزيد أو أقل شوية عن العمر بتاعي. أو عادي ما حدش بيسأل السؤال ده، أو السؤال ده محرج بالنسبة لي. يعني أنا من حقي أعترض على السؤال وأقول إن أنا مش حابة يعني أرد على السؤال ده، أو أغير الموضوع، أقول مثلا أنا مش حابة نتكلم في الموضوع ده، أو خلينا نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني، المكان مش مناسب، خلينا نغير الموضوع ونتكلم في موضوع تاني. المهم الطريقة اللي بقول بيها، طب موضوع ما احرجش اللي قدامي. أنا بقى ندي أمثلة للأجوبة علشان واحد يعرف يجاوب. احنا حاليا مهتمين مثلا، مهتمين بحياتنا المهنيه والكارير بتاعنا، فاحنا لسه مأجلين الموضوع ده شويه، او ده موضوع خاص وما بحبش مثلا اتناقش فيه، ولما يكون متاح للنقاش وعندي المقدره اتناقش فيه هقدر اوضح، خصوصا لو حد قريب يعني ساعات يعني والده الزوج او يعني حد من الطرف الاخر بيسال السيده، فده بيكون محرج ليها جدا. فممكن بلطافه بس ممكن نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني لما اكون مستعده هقدر اتكلم معاكم في الموضوع. في برضو مواقف زي البنت لما بتحضر فرح مثلا ويتقال لها مش هنفرح بيكي بقى. بالظبط، ده سؤال يعني معظم البنات بقى بتواجهه دلوقتي مع تاخر او رغبه بنات كتير ان هم يحققوا نفسهم قبل ما يتجوزوا، وده رد كافي. يعني انا مهتميه دلوقتي ان انا عايزه اعمل مثلا دكتوراه، عايزه اهتم بالمجال العمل بتاعي الاول، لسه لغايه دلوقتي ما توفقتش في شخص متوافق معايا ومناسبين لبعض في يعني. لكن ما تتضايقيش لانه مش حاجه تسيء ليكي او تشينك انك عادي، او رد بسيط جدا ادعولي او ادعولي بسيطه ده رد جداً. رد لطيف دايما. خدي المواضيع بصدر رحب وبتسامح وبهدوء وبدون غضب. طيب غير المواقف المحرجه، يعني اكتر الحاجات اللي بتشوفيها فعلا محتاجه لباقه في الكلام، ايه الحاجه اللي تنصحيها للناس؟ النصيحه، النقد او النصيحه. لو حبيت اوجه لحد نصيحه عن شيء معين، دايما النصيحه او النقد الشخص اللي بتوجه له بيكون شويه ممكن يتضايق، مش سهل بسهوله انه يتقبل ان حد يقول له معلومه هو او ما يعرفهاش. ففي ممكن طرق لطيفه قوي، اول حاجه ان انا اذكر ايجابيات الشخص ده قبل ما اوجه له النقد في نقطه معينه. مثلا بنت مثلا لابسه حاجه شكلها مش لطيف قوي عليها، اقول لها انت دايما بتكوني شكلك لطيف، دايما شكلك حلو قوي النهارده، بس يمكن التسريحه دي مثلا مش مناسبه ليكي يعني، بس في العموم انت دايما متالقه. ده كده انا قلت الايجابيات الاول. ان انا ما عممش، ما اقولش للشخص انت شغلك كله مش مظبوط مثلا، لا انا اشوف فين النقاط اللي فيها مشكله وفيها ضعف، واقول انت شغلك في العموم دايما ناجح،
ناجح، بس النقطة دي محتاج تشتغل عليها. اني ما اقولش للشخص لما احس ان كلامه مثلا مش مظبوط او فيه كذب ما اقولوش انت كذاب، ما وجهلوش اتهام بهذا النوع. انا ممكن اقوله انت معلوماتك غير دقيقه، ممكن بس تراجع معلوماتك. طب لا، هقولك سؤال صعب شويه. اتفضلي. الحاجات دي بسيطه، لا نقول صعب. سؤال اصعب شويه. قاعدين في اجتماع وقاعدين كلنا مركزين جدا جدا وموضوع حساس قوي وبنحسب له وبنعمل، واحده قاعده باللبنه في وسط الاجتماع، هتقولي لها وقفي بقك، اقفلي بقك، اعملي ازاي بقى في وسط دي تصرفات غير لائقه. ومش مش النفس النظير في العمل او في نفس الفئه هو اللي يقدر يلفت نظر زميله اللي ممكن اللي اعلى منه. والموضوع بسيط، ممكن تستأذنيها انك تاخديها برا، ودي النقطة اللي انا عايزة اقولها لك بعد كده، ان انت ما توجهيش حد قدام الاخرين. ممكن تستأذنيها تقول لها بس محتاجة اقول لك حاجة او في حاجة بس ممكن نتكلم فيها برا، واستأذنيها بعد اذنك بس اللبانة معلش. ايوه صعبة شوية الطريقة يعني هقولها يعني انت شكلك لطيف بس طريقة الاكل او اكل اللبان اثناء الاجتماعات مرفوض ومش مقبول، فاستأذنك يعني لو تشيليها اثناء الاجتماع. لكن لو احنا زمايل زي بعض هقول لها برضو مش مقبول. تقول لها بس مهم تقول لها ازاي وفين ومش قدام حد، ما تحرجهاش. بس دايما الاعلى هو اللي بيلفت النظر. لو انت لو هي بقى قريبة منك قوي وانت شايفة ان فعلا شكلها وحش، ممكن تقول لها بالراحة ما بينك وما بينها، لو انتوا بقى العلاقة اللي ما بينكم يعني حميمية قوي، فتقدري تقول لها حاجة زي كده، او زي بقولك تاخديها برا بعيد عن الناس. دي نقطة مهمة قوي. او تقدمي النصيحة على شكل اقتراح، بمعنى ايه رأيك نعمل الحاجة الفلانية، ايه رأيكم نغير في الخطة دي الخاصة بمشروع معين، اقدمه بشكل اقتراح احسن ما اقول اعمله كذا. استاذة رانيا حسين نورتيني، مرسي، بشكرك جدا. شكرا ليكي. فعلا الموضوع قد ايه مهم وقد ايه شفته، يعني طريقة الكلام واسلوب الكلام قد ايه مهم جدا في مواقف كتيرة قوي، وقلت لنا على حلول حلوة قوي. بشكرك قوي قوي. شكرا ليكي. شكرا. احنا بقى هنروح دلوقتي لتقرير هقول لكم عنه دلوقتي. هو شركة معمار الأشراف احتفلت احتفالية كبيرة حضرها أكتر من 1000 شخص من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال، وأحيا الحفلة نجم الجيل تامر حسني بمناسبة إطلاقهم أحدث مشاريعهم في قلب مدينة العبور وعلى المحور الرئيسي للمدينة وهو كومباوند ريفال. الحفل من تنظيم سترايك ميديا اللي بتعتبر أكتر شركات تنظيم الاحتفالات في مصر. يلا بينا نشوف التقرير واشوفكم على خير. المشروع بتاعنا هو مساحته 16.5 فدان، بيتوسط مدينة العبور 8 كيلو لطريق إسماعيلية و8 كيلو لطريق الدائري الأوسطي. هو قلب المدينة النابض، جزيرة، وهو على أعلى ربوة في المدينة. هو من الدور الأول أو الدور الثاني انت كشف المدينة كلها بإطلالة بانورامية ساحرة على المدينة والحي السادس وعرابي بشكل كبير. مدينة العبور مدينة هي فيها أول تراك مشي اتعمل في هيئة المجتمعات العمرانية في كل المدن الجديدة بطول 6 كيلومتر، وفيها أطول محور رئيسي موجود طوله 16 كيلومتر، وفيها أكبر جرين إيريا أو منطقة خضراء موجودة في المجتمعات العمرانية الجديدة 1071 كيلو، وده يعني مساحة عظيمة جدا 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 إن هي تصدر الأكسجين النقي لكل المدن المجاورة. عشان كده وقع اختيارنا لمدينة العبور، وعشان كده الأرض الساحرة اللي مفيش منها اتنين في مدينة العبور هي اللي خلتنا شدتنا للمدينة. إن شاء الله نعمل مشروع ناجح جدا مع شركاء النجاح اللي احنا أعلنا عنه. كل الكومباوندات بتقدم السكن العصري. احنا لما فكرنا قلنا لازم نقدم في ريفيل اللايف ستايل اللي يبقى مختلف، انك تاخدي كل خدماتك، لان احنا 20% من الارض خدمات تجاريه. ان احنا يبقى اول سمارت كومباوند اوفيشالي مع اقوى شبكه في مصر ومعمار الاشراف، هي الشركه الاكبر في مدينه العبور، كان لازم التحالف ده يحصل. تنظيم رائع طبعا، طارق اخويا وعشره من زمن طويل، هو قد المسؤوليه والايفنت كان اكتر من رائع. تامر حسني مش محتاج كلام، تامر حسني ده صديق عمري وصاحب بي واخويا، واللي عمله النهارده وحجم الحب والتفاعل اللي انا شفته يعني حاجه كبيره جدا، هو يستحقها طبعا. نجم كبير ومكانه كبيره، واضاف تواجده معانا النهارده، اضاف لينا واضاف للشركه واضاف للمشروع. النهارده بنشهد ميلاد جديد
مشروعنا البكر كومباوند ريفيل. الحقيقة كومباوند ريفيل هو فكرة بدأت من سنة، كنا سعيدين وبنسعى كل السعي ان احنا نقدم فعلا منتج عقاري مختلف. فينك الاركيتكت من احد من اكبر المكاتب الهندسيه اللي موجوده في الشرق الاوسط دكتور شريف سليم. من اول الديزاين كان كنا حاسين باختلاف. احنا مشروع ريفيل دوت بيقع في اميز قطعه ارض في مدينه العبور، القطعه الارض على ربوه عاليه جدا فكشف كل المناطق اللي حوالين اللي حواليها. المشروع 17 فدان، هيبقى فيه اكبر مول تجاري بواجهه 300 متر على مدينه العبور، هيبقى فيه 760 وحده سكنيه هتطرحهم على ثلاث مراحل ان شاء الله. المشروع فيه كلوب هاوس، فيه حمامات سباحه، فيه اكتر من ثلاث حمامات سباحه، في ملاعب بادل، في ملاعب كوره، في جيم، في كيدز اريا. فالحمد لله احنا عاملين في الاخر منتج عقاري مختلف ومحترم لاول مره بيتعمل في مدينه العبور، يليق بكل سكان وكل الناس اللي عايزه تستثمر في معمار الاشراف، يليق بيهم ويليق بشركه معمار الاشراف. في الاخر انت بتقدمي للعميل ايه؟ احنا في الاخر بنقدم للعميل منتج عقاري مختلف. احنا لينا نسبه بنائيه ما خدناهاش كلها، احنا سايبين اكتر من تلت النسبه البنائيه عشان في الاخر نخلق لاندسكيب ونخلق شوارع واسعه ونخلق باركينج كامل تحت الارض يخدم المشروع كله، ونعمل حمامات سباحه ونعمل ملاعب بادل، والحاجات دي كلها لاول مره بتتعمل في مدينه العبور. فتنظيم اكثر من رائع. شركه سترايك مش اول مره نتعاون معاها، الحمد لله الايفنت خرج بشكل اكثر من رائع، وتامر حسني احيا الحفل بشكل اكثر من رائع. فالحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا النهارده ان الايفنت يخرج بالشكل الجميل دوت وكل الناس تشكر فيه. الحمد لله.